طبيعة الحال كنحمل المسؤولية للوكالة الحضارية لأن هي المسؤول الأول عن عدم إعادة إسكان ديال جميع دواوير جماعة المنصورية بأن لجيتي تشوف غتلقى جميع الدواوير كتعاني واحد التهميش لا من حيث السكان لا من حيث المواصلات لا من حيث البنية التحتية وهذا راجع لعدم الإيواء ديالهم بأن كاين أراضي فارغة هنا في المنصورية كاين حلول فين يسكنوهم خاص غير الوكالة الحضرية دير المبادرة وتاخذ الموضوع بجدية. واش داروا معكم فاش ديال التحويل؟ باقي ما كاين والو غير وعود وصافي باقي ما كاين حتى شي حاجة وحنا شو حالتنا كي دايرة ساكنين في براريك وكذا وجاو داروا لنا إحصاء وداك الشيء وقالوا لنا راه غادي نحولوكم وداك الشيء وما كاين والو الناس ما تعاملوا معنا ما والو ما عرفتش علاش. انتوما شنو بالضبط باغينا؟ احنا باغين السكن فهمتي بغينا السكن ديال احنا بغينا بقعة ديالنا. السلطة ديما كتبقى تعطينا الوعود واخا دابا نديروا لكم دابا نفعلوا لكم باقي ما كاين والو هادشي ما عرفتش علاش. ما داروا معنا والو من حقهم خاصو يعطيونا السكن. حنا ضاربين القصير من هكم نوك ولينا نخير فينا ساكن الفوق باينين فوق البرارك ايوا اللي عنده 5 دراري و 6 دراري فغيسكن يلا فغنسكنوا. احنا ولينا باركين معيشه ضايعه ما خدامين كلشي بارك الدري بارك الدريات باركين انا باركه خرجنا نبيع ونشري وجرو علينا احنا السكن عيان معيشة عيانة مع كورونا كلشي بارك دابا احصى دار شحال من عام وكيدوز احصى كل عام كيدوز وباقي نداروا معنا والو. دابا هاد الدري مشى بغى يبدل على كارت هو من 2000 من 99 وحنا ساكنين هنا باش بغى يبدل لاكارت قالوا لي هالسيدي هاد لاكارت خاص تمك دير لك التزام بالله راك ساكن مع امك هو ساكن فوق مني فوق البراكه اش غيحسبوا عليا بالسفل ولا يحسبوا على روسهم كيفاش غندير لي انا الدري هاد الدري من حقه غياخذ شهاده السكنه ما ياخذهاش هاو لاكارت مديوري على القراويه مديوري على عمله المنصوريه اعاده الهيكله باقين دابا في نطاق بنشقشق وبنشقشق باقي ماشي بنشقشق باقي فيه اكثر من نص وباقي مواصلينش هنايا باقي المنصوريه باقي كبانيه باقي شبال باقي بوتشيش الشطبيه باقي راس البغل باقي بزاف باقي هنا باقي معطل شويه. وكيفاش الظروف العيش ديالكم؟ الظروف العيش جيما تاكل ودخل وصافي عايش مع الطوب عايش مع كل شيء. السلطه بغينا تحول بغينا السكن اللائق هادشي هو اللي كاين.